السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. قلنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2، والان ضد الوحش نيرجا، اصدقاء الوحش الاخير في المنطقة التاسعة. حسنا، هجوم من الخلف هز فرصتنا. نختار هجوم قوة 122 نقطة، كايل 306 نقطة، ضرب المدمرة من نيرجي 331 نقطة. نختار هجوم السرعة 242 نقطة حاسمة. حسنا، نختار عناصر، نختار جرعة عملاقة نعطيها لنيرجي أصدقائي. هاكا التقنية تسمى غلاف السم، يتسمم نيرجي من الطلقة. 294 من نيرجي، 307 من نيرجي أيضا ضد لعبنا، 307 على كايل. كايل 42 بسبب السم. عناصر نستخدم أصدقائي الجرعة القصوى نعطيها للعبنا. نستعيد كامل طاقته لعبنا أصدقائي. المواجهة المدمرة من نيرجي 627 نقطة. نيرجي يهجم على كايل مرة أخرى، الاصطدام المدمر من نيرجي مرة أخرى على عبنا. لعبنا يتبقى له القليل فقط. نستخدم عناصر مرة أخرى، نختار جرعة قصوى أصدقائي مرة أخرى. أستعيد كامل طاقة لعبنا أصدقائي. نيرجي يهجم أيضا 472 نقطة. نيرجي يهجم مرة أخرى على لعبنا، الاصطدام المدمر من نيرجي على كايل على نيرجي الخاص بنا أصدقائي. طلقة القوة من كايل 426 نقطة. حسنا، نهجم، نختار عناصر أصدقائي، نختار غبار الحياة. نستعيد كامل طاقتنا أصدقائي مرة أخرى. ضربة العنيفة الكارثية من نيرجي 449 نقطة. الاصطدام المدمر من نيرجي أصدقائي مرة أخرى على عبنا. الاصطدام المدمر مرة أخرى من نيرجي العدو على كايل. هو نيرجي العدو غاضب جدا أصدقائي، ويتأثر من السم 240 نقطة. حسنا، أختار الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران. نهجم على الأجنحة على الرأس، نهجم على الرأس حاليا، نقضي عليه قبضة فتاكة. هو نيرجي ينزلق بقبضته الفتاكة، يولد شرارة ولهب عظيمين من سرعة الانزلاق. ينقض بقبضته الفتاكة على نيرجي العدو، يولد انفجار هائل 781 نقطة. انكسر أعضاء جسم العدو، يسقط العضو الجسم الآخر، عضو آخر 350 من كايل مرة أخرى، 42 بسبب السم. اختار هجوم السرعة أيضا 141 نقطة، 238 نقطة. نيرجي يهجم على نيرجي. حسنا، نختار هجوم التقني أصدقائي. كايل سعيد كامل طاقته، التقني ننتصر عليه 331 نقطة حاسمة. نيرجي يهجم على كايل، نيرجي على نيرجي العدو 238 نقطة. طلقة القوة من كايل 189 نقطة. يسقط نيرجي على الأرض، هذه فرصتنا الآن للهجوم. هجومات قوية أصدقائي. اختار هجوم القوة، ضربة حاسمة 297 نقطة. زخات الشهب من كايل. ها هو يطلق خمس أسهم أصدقائي، سكينة الدين ماذا مشتعل يشعل الخمس أسهم، وهي الخمس أسهم تنطلق إلى السماء وتنقض على نيرجي الوحش، ويتولد انفجار هائل أصدقائي، ويتضرر 2284 نقطة حاسمة. الضربة المدمرة من نيرجي 731 نقطة حاسمة أيضا. ها هو نيرجي يستيقظ غاضب جدا أصدقائي. صراع القوة الآن بين نيرجي ونيرجي الخاص بنا. ننقل حرف A باستمرار، ونيرجي الخاص بنا ينتصر أصدقائي ويجمع طاقته بالكامل. نختار الركوب الآن، نختار مهارة الاقتران أصدقائي، ونهجم على نيرجي العدو قبضة فتاكة. ها هو نيرجي ينزلق بقبضته الفتاكة أصدقائي، تولد شرارة ولهب عظيمين. ينقض بقبضته الفتاكة على الوحش نيرجي العدو، تولد انفجار هائل 1025 نقطة أصدقائي، 306 من كايل.
سنهجم هجوم قوة هذه المرة، هجوم قوة مزدوج بيني وبين نيرجي أصدقائي، 588 نقطة. سنهجم هجوم قوة مرة أخرى ولكن على الأجنحة. نتعادل مع الوحش أصدقائي. حسن نفثت البلازما من نيرجي، 370 نقطة. طلقت القوة من كايل، 317 نقطة. نختار عناصر أصدقائي، نختار جرعة القصوى نعطيها للعبنا. سعيد كامل طاقته لعبنا، 471 نقطة من نيرجي. نيرجي يغضب الآن، الصدام المدمر من نيرجي. يهجم على لعبنا أيضا مرة أخرى. نختار عناصر أصدقائي جرعة قصوى مرة أخرى، أعطيها للعبنا. سعيد كامل طاقته. ينتصر كايل هذه المرة، 529 نقطة. أيضا نيرجي الخاص بنا ينتصر هذه المرة، 577 نقطة. طلقة القوة من كايل، 328 نقطة. هذه الآن فرصتنا في تجميع مهارة الركوب الآن ومهارة الاقتران أصدقائي. نختار أجنحة أم أرجل؟ نختار أجنحة هذه المرة أصدقائي. قبضة فتاكة وهجوم مقارن مزدوجة، مهارة اقتران مزدوجة بيني وبين كايل. نحن نحلق على ظهر نيرجي، وكايل أيضا في مروحته طائرته الهوائية، ويشعل الأسهم الخمسة ويطلقها. ونرجع أيضا زئير وهجوم مزدوج أصدقائي، 6349 نقطة. لقد قضينا على نرجع بسهولة أصدقائي هذه المرة. نكتسب نقاط خبرة. حسنا أصدقائي، نكتسب 5793 نقطة وعناصر من نيرجي، بارثان نيرجي، جوهرة نيرجي، قرن نيرجي بلس، قرن نيرجي بلس، تصنيف أس، و 675 نقطة من النقاط المكافأة أصدقائي. هكذا ننتهي من المنطقة التاسعة أصدقائي، المنطقة الأخيرة. لقد نجحنا. هل تريد العودة للحارس المنطقة الأخيرة؟ أجل، نريد العودة للمنطقة التاسعة على الحارس. إبلاغ الحارس الآن. مدهش، أنت لم تتواني، أتعلم؟ لم أعتقد أبدا أنه سيظهر شخص ما أقوى من سيدنا موقر. أوه يا رفيقي، هل هناك قطب ما؟ ما الذي تتنصت إليه؟ لا أستطيع سماع أي شيء، لا تميز أذني شيئا. يمكن لرفيقي سماع الوحوش في الداخل؟ ما الذي ينتظرنا في الناحية الأخرى؟ لا يمكنني أخبارك، لم أذهب إلى هناك من قبل لوحدي. لم يرى أي راكب وحوش ما يوجد بالداخل أيضا. لقد أثبتتما قدرتكما، لذا إذا أردتما إرضاء فضولكم فأنا شخصيا ليس لدي اعتراض. تلقامتا أعينكما بالمناظر غير معروفة مسبقا لأي شخص آخر، سواء كانوا بشر أم قطط فلالاين. حسنا أصدقائي، يوجد المنطقة العاشرة الآن التي لم يصلها أحد من قبل. نختار حفظ، استبدال، نحفظ اللعبة. لقد وفي هكذا انتهينا من حلقة نيرجي أصدقائي، ومن المنطقة التاسعة الآن المنطقة المجهولة أمامنا. نراكم في الحلقة القادمة في المنطقة المجهولة أصدقائي، إلى اللقاء.